يقال لماذا تلعنون لماذا اللعن هذه فكرة تطرح اللعن بدأ به الله سبحانه وتعالى الآيات التي فيها اللعن أكثر من ثلاثين آية في القرآن الكريم إحنا نلعن من لعنه الله تبري بعنوانه أولا وبمظاهره ثانيا موجود في كتاب الله أما أنه واحد يحاول التوفيق العقائدي العقدي كما يقولون أن نوفق بين النبي صلى الله عليه واله وأبي سفيان توفيقا عقائديا. أنا ما أتكلم في التوفيق العملي اللي قد تفرضه بعض الضرورات. النبي صلى الله عليه واله عقد إتفاقية مع اليهود. هذا لا يمثل إتفاقا عقائديا. النبي كانت له عقيدته. واليهود كانت لهم عقيدتهم لكم دينكم ولي الدين النبي عقد اتفاقا مع المشركين مع ابو سفيان وامثاله في صلح الحديبيه انا مو كلامي في الاتفاق العملي الذي قد تفرضه بعض الضرورات احنا كلامنا في الاتفاق العقائدي الاتفاق العقائدي غلط ما إلى معنى أن يتنازل الفرد عن ثوابته العقائدية هذا غلط واحد كان يقول رجل قال لي أنه إحنا يجب أن نلغي المذاهب لا سنة ولا شيعة مذهب ليكون بعد هذا اليوم. مضمون القضيه طبعا. يقول فأذن المؤذن فقلت له ما يخالف، احنا قلنا بعد اليوم لا سنه ولا شيعه. الان نريد ان نصلي، هل نسبل اليدين او نتكتف؟ كيف نصلي؟ السني يتنازل عن عقيدته او الشيعي يتنازل عن عقيدته. فإذا واحد يقول بالوحدة العقائدية هذا خطأ. بالوحدة الفقهية هذا خطأ. بالوحدة الفكرية هذا خطأ. <applause>